السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن محاضرة البؤرة التانية اللي هي الشيستوزوما هيماتوبيا. بس قبل ما نبدأ المحاضرة ما تنسوش ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويحفظهم. بسم الله. مبدئيا كده احنا اول ما نقول شيستوزوما هيماتوبيا، تعرف ان الشيستوزوما هيماتوبيا بطبيعة الحال يعني واحدة من عيلة الشيستوسوما، والشيستوسوما اصلا من عيلة التريماتودا. فالتريماتودا اللي احنا بنقول عليها الديدان المفلطحه اللي شبه ورقه الشجر كده، ليها شويه جنرال كاركترستكس يعني صفات عامه. ماشي، الصفات دي هنتكلم عنها ان شاء الله النهارده، اللي هي اولها الشيب. الشيب بيبقى فلات مفلطح elongated مطوله شويه، ليف شيبت ورمز. ماشي، ليف شيبت ورمز يعني شبه ورقه الشجر بالظبط، ممكن تكون اوفويد، كونيكال، سلندريكال، يعني الشكل بيختلف. السايز بقى، السايز من مليمتر واحد لسيفرال سنتيمترز. الكفر متغطيه بكيوتيكل، والكيوتيكل ده كفرد باي سبوينز، تيبركلز او ريدجز. الاورجن اوف اتاتشمنت بيبقى عندها سكرز شبه الكوبايه كده، كوب شيبت سكرز، ممكن يكونوا اورال سكر، فنترال سكر، جينيتال سكر، وطبعا ما عندهاش بودي كافيتي. والباراسيتيك تريماتودز في الهيومنز ار هيرمافروديتيك. يعني ايه هيرمافروديتيك؟ يعني الميل والفيميل جينيتال اورجنز او اللي هي ريبرودكتيف اورجنز موجوده في جسم واحد اللي هو الخنثى بس. لا، اكسبت فور ذا يونيسكشوال بلود فلوكس. البلود فلوكس اليونيسكشوال اللي منها الشيستوسوما هيماتوبيا اللي هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله. رجع يقول ان الفلوكس طبعا بتقسم على حسب الهابيتات بتاعها. مثلا الانتستينال فلوكس هي الهيتروفيس، التروفيس اكزامبل يعني ليفر فلوكس اكزامبل، فاشيولا جيجانتيكا والهيباتيكا، اللونج فلوكس البراجونومس اللي مش موجوده في مصر، والبلوك بلود فلوكس اللي هي الشيستوسوما. ماشي، وراني صور للفاشيولا جيجانتيكا، الهيباتيكا، الهيتروفيس، التروفيس، شيستوسوما سيناي، والشيستوسوما هيماتوبيم الميل والفيميل. وقال ان الهابيتات في الجيماتودز مثلا الشيستوسوما سيناي اللي انتوا فاكرين كانت الميزنتريك والفينس بلكسس، الجيجانتيكا والهيباتيكا كانت البايل داكت، التروفيس التروفيس الفيلاي في سمول انتستين. الشيستوسوما هيماتوبيم بقى اللي احنا هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله بتعيش في الفيزيكال والبلفيك فينس بلكسس. ايه هو الفيزيكال والبلفيك فينس بلكسس؟ الفيزيكال فينس بلكسس هو الفينس بلكسس اللي له علاقه بالكدني، باليوريترز، باليورينري بلادر. طب البلفيك اللي ليه علاقه بمنطقه الحوض يعني. فهي دي الهابيتات بتاعت الشيستوسوما هيماتوبيم. احنا هنتكلم عن النهارده ان شاء الله. الكونتنتس بقى، الكونتنتس اللي بتاعت المحاضره بتاعتنا هنتكلم عن ايه؟ دي النقاط المهمه يعني ان شاء الله. هنتكلم عن المرض اللي بالشيستوسوما هيماتوبيم بتعمله، المورفولوجي بالسريع كده بتاعت الادلت وي الاج، الجيوغرافيكال ديستريبيوشن موجوده فين في العالم، اللايف سايكل بتاعتها، الباثولوجي، الكلينيكال مانيفستيشنز الاعراض، الدايجنوسز ازاي اعمل لها، ازاي يعني اشخصها، التريتمنت العلاج، والبريفنشن الوقايه. نبدا بالديزيز. الشيستوسوما هيماتوبيم بتعمل ديزيز، يا رب ما نكون متلخبط فيه، اللي هو يورينري شيستوسوميسيس. ماشي، يورينري شيستوسوميسيس بتعمل ديزيز له علاقه بالرينال، فافتكر ان هي يورينري شيستوسوميسيس عشان اذا جه سال عليها في الام سي كيو ما نتلخبطش. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن موجوده فين بقى؟ موجوده في افريقيا، في النير والميدل ايست، موجوده في افريقيا وفي النير والميدل ايست. المورفولوجي، الادلت عندنا الطول بتاعه بيتراوح من 10 ل 25 مليمتر، ما بين مليمتر. ماشي، لكن الاج عندنا السايز بتاعها من 140، يعني هي 140 تايمز 60 مايكرومتر، 140 في 60 مايكرومتر. الكاركترستكس بتاعت الادلت ان هي بتكون سيبريت سكس. يعني ايه سيبريت سكس؟ يعني على عكس التريماتودز العاديه اللي هي بتكون اصلا هيرمافروديتك، يعني بتكون ميل وفيميل اورجنز في جسم واحد، دي بتكون في الميل لوحدها والفيميل لوحدها، يعني الميل لوحده في جسم والفيميل لوحدها في جسم. وبيكون عندها سكرز، سكرز اللي هي ساعات كانت اورال سكرز بقى، الجينيتال سكرز، وبتكون covered by cuticle، متغطيه بكيوتيكل. فممكن تسكموها في 2S 2C، 2S اللي هي separate sex وسكرز، و2C اللي هي covered by cuticle. والاج الكاركترستكس بتاعتها ان هي terminal spine، على عكس لو انتم فاكرين الشيستوسوما مانسوناي كانت السباين عندها lateral على الجنب، دي لا terminal spine هنشوفها دلوقتي. والcontents بتاعتها جواها mature meristem، جواها mature meristem، شفتوا ادي الاج عندنا اهي عندها terminal spine وجواها mature meristem. تمام، هنا وراني الادلت شيستوسوما هيماتوبيم ميل هيبقى فيه عنده اورال سكر وفنترال سكر. ماشي، هيبقى عنده التستس لانه ميل طبيعي، هيبقى عنده جاينيكوفوريك كانال، وهيبقى هنا بيقول يعني يونيون اوف انتستاينال سيكا، الانتستاينال سيكا بتتجمع تاني. هنا الفيميل بقى هيبقى عندها ريدمنتري سكرز، الانتستاينال سيكا، الاوفري والفيتلاين جلاندز. ماشي، ولو تلاحظوا عندنا هنا الطول بتاع كل واحده منهم، بس احنا يعني هنقرا الكلام ده بسرعه يعني. الكابل بقى، الكابل بتوع ال شيستوسوما هيماتوبيم هو اكتر كابل رومانسي في البورة، احفظوها كده. ليه؟ اصلا شيستوسوما هيماتوبيم اتسمت على اساس ان هي جسم واحد. يعني ايه؟ يعني شيستو
معناها مقسوم، وسوما معناها جسم، يعني جسم مقسوم، هيماتوبيوم اللي بيعيش في الدم. زمان كانوا لما يبصوا على الشكل ده يفتكروه جسم واحد، فيقولوا اه ده الجسم ده متقسم نصين، نص بره او نص اللي هو فوق ده ماشي، ونص اللي هو لتحت، مش ايا يكن، بس هو متقسم نصين يعني، فكانوا يسموه شيستوسوم هيماتوبيوم. بعدين اكتشفوا انه لا ده مش نصين، ده فيه ميل، يعني اه ده موجود ميل وبعدين فيه ميل ذكر وبعدين انثى ماشي. فقالوا انه ساعتها انه ده اكتر كابل رومانسي. ليه بقى؟ لانه اصلا ده الميل اهو عنده كنال بيدخل جواها الفيميل. شفت الرومانسيه اكتر من كده؟ فالميل عندنا بيكون ثيك ثيكر، يعني بيكون شورت وسيكل شيبت، يعني شكله منخلي، والفيميل طبعا بتكون اطول منه. الميل بيكون عنده جاينيكوفوريك كانال بيدخل جواها الفيميل، او الفيميل بتدخل جواها، فيدوني حرف الشكل حرف الكي كده. لو انت شايفين ادي كي وادي عصايه الكي اللي فوق وعصايه الكي اللي تحت. فذا ميل از شورتر اند ثيكر سيكل لايك ان هيومن بودي. ذا ميل يوجوالي امبريسز ذا فيميل انتو اتس جاينيكوفوريك كانال وات ابييرز كي لايك، اور ذا فيميل يوجوالي ريسايدز ان الميلز جاينيكوفوريك كانال، او هي اللي بتدخل، ايا يكن هيعملوا شكل الكي. تمام. هنا بيوريني الاج، بيوريني الماتشور اللي هي سوري اسفل الميريسيديم، هيوريني السبوروسيست والسركاريا. دي شو ميريسيديم برضو قراءه عابره، السبوروسيست نفس الكلام. نيجي عند الفوركو سيرك السركاريا او الفوركت سركاريا في الشيستوسوما. مبدئيا عندي السركاريا بتاعت الشيستوسوما ليها شكل معين وشكل مميز. لو انتوا لو شايفين يعني شفتوا التيل بتاعها بيبقى عامل ازاي، مقسوم ماشي. بيقول ان الفوركت السركاريا معموله من جزئين، معموله من جزء البودي وجزء التيل اللي هو تحت ده ماشي. جزء التيل متقسم لجزئين كمان، الا وهما جزء اللي فوق ده اللي هو الستم بتاع التيل، والجزء اللي تحت ده اللي هو الفورك بتاع التيل. يبقى الفوركت تيل كلها على بعضها ليها جزئين، اللي هو الستم بتاع التيل والفورك بتاع التيل، شوكه التيل ماشي. فبيقول ان السركاريا از 1 مليمتر ان لينث كومبوزد اوف ذا بودي اند فورك تيل اللي هو انكلودنج التيل ستم اند الفورك، وهاز بيرز اوف بينتريتنج جلانس ان ذا بودي، او وعنده كمان بينتريتنج جلانس في البودي بتاعه ماشي. نيجي عند اللايف سايكل اللي هي الحاجه المهمه اللي هنتكلم عنها النهارده. دلوقتي عندنا هنبدا اللايف سايكل بواحد عنده يورينري شيستوسوميس، شاف ترعه وكان عاوز يعمل حمام، فعمل حمام في الترعه، وده حاجه غلط جدا. لان لما عمل حمام في الترعه هو عنده يورينري شيستوسوميسيس، بقى الاج بتاعت الشيستوسوما هيماتوبيوم نزلت في اليورين. اول ما نزلت في اليورين ولقيت ميه قالت ايه ده ميه، يبقى انا عندي ظروف الظروف المناسبه ان انا ايه يعني اعمل هاتشنج او افقس، ففقست وطلعت الماتشور ميرسيديم. الماتشور ميرسيديم قعدت تدور لغايه ما لقيت سنيل قوقع اسمه بيولينس ترانكيتس ماشي. اول ما دخلته تحولت من ميرسيديم لسبوروسيست، ومن سبوروسيست لسركاريا. اول ما تحولت لسركاريا قلت لها شكرا بجد انت ما قصرتيش، وقامت خارجه بره السنيل دي، وبقت دلوقتي في ميه الترعه ماشي. السنيل دي بتبقى فوركو سيرك السركاريا اللي هي سركاريا مقسومه التيل، التيل بتاعها مقسوم. الفورك السركاريا دي اول ما تلاقي سكين تقوم عامله له بينتريشن ماشي، السكين بتاع الهيومن طبعا تعمل له بينتريشن، فساعتها بتعمل بينتريشن اوف ذا سكين وبتسبب لي اليورينري شيستوسوميسيس. طب في شويه تفاصيل احنا برضو غفلنا عنها. مبدئيا كده هي طلعت دلوقتي بقت في الترعه، لقيت سكين قامت داخله جوه السكين ده. اول ما دخلت بتدور على البلاد فيسل، لقيت بلاد فيسل تقوم تنفصل عن التيل بتاعها ماشي. فالهيد تنفصل عن التيل، والهيد تكبر وتدخل وتطول شويه كده وتبقى اسمها شيستوزوميولا اللي هي اللورفه دي، تدخل جوه البلاد فيسل وتقعد تلف تلف لغايه ما توصل للليفر. توصل للليفر فالليفر تكبرها وتبقى ميل وفيميل، يتجوزوا وبعدين يسيبوا الليفر ويروحوا للفيزايكال والبلفيك فينس بلكسس. لا 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 معلش كده تاني عشان تهت تاني. اول حاجه ان ده شخص عنده يورينري شيستوميزس، ربنا يسامحه بدل ما يروح يعمل حمام في اي حته روح اعمل حمام في الترعه ماشي. عمل حمام في الترعه فنزل الاجز في اليورين، الاجز ايه ده لقيت ان في ميه، ايه ده في ميه، فقامت فقسى ومطلعه لي الميراسيديم. الميراسيديم دخل جواه البيولينس ترانكيتس الحلزون السعيد ده او القوقع السعيد ده ماشي، دخل جواه اتحولت من ميراسيديم لسبوروسيست ومن سبوروسيست لسركاريا. اول ما اتحولت لسركاريا الفوركو سيرك السركاريا خرجت، لقيت انسان برضه ربنا يسامحه بيسبح في الترعه، قامت عامله بنتريشن للسكين بتاعته. اول ما عملت بنتريشن للسكين بتاعته، اول ما اخترقت السكين بتاعته دخلت بتدور على بلاد فيسلز، لقيت بلاد فيسل قامت منفصله عن التيل بتاعها، انفصلت عن التيل، الهيد انفصل عن التيل، والهيد كبر وتاخد شويه تحول لشيستوزوميولا.
دخل قعد يلف يلف لغاية ما وصل للليفر. الليفر كبرته وعملت ميلو في ميل، يعني مش هي عملت، يعني كبر الميلو في ميل. اول ما كبر اتجوزوا وقاموا سايبين الليفر ماشي وراحوا على بيتهم اللي هو الفيزايكل والبلفيك فينس بلكسس. فيزايكل فينس بلكسس اللي هو الفينس بلكسس بتاعت الكدني اليوريتر واليورينري بلادر، والبلفيك اللي هو له علاقه بالبلفس منطقه الحوض. انا هنا لو جيت اسال بقى، نيجي كده نفصص اللايف سايكل، نسال عن الهابيتات بتاعها، ايه هو البيت بتاعها؟ البيت بتاعها هنا هو الفيزايكل والبلفيك فينس بلكسس. هيجي حد يقول لي طب ليه مش الليفر؟ هو دلوقتي الليفر، يعني انا دلوقتي عامله عامل يعني الحكايه دي عامله كانه ايه، احنا دلوقتي بنكبر في بيت امهاتنا وابهاتنا ماشي، بنكبر في البيت ده وبعدين كل واحد فينا بيروح يتجوز وبعدين بننتقل لبيتنا. البيت اللي انا كنت قاعده فيه ده، ده بيت ماما وبابا مش بيتي. اما بيتي بقى هو البيت اللي بنتقل ليه، فهو ده البلفيك والفيزيكال فينس بلكسس. مين هو الديفينيتيف هوست؟ الهوست اللي فيه الادلت المان. طب مين الانترميديت هوست اللي فيه الاماتشور ستيج؟ البيولينس ترانكيتس. طب مين الدايجنوستيك ستيج؟ يعني اقدر اعمل دايجنوزز او اعرف ان الشخص ده عنده يورينري شيستوميسيس ازاي؟ لو شفت الايج في اليورين، فايجز ان يورين. طب مين الانفكتيف ستيج؟ الستيج اللي سبب لي الانفكشن، الفوركوسيركس سيركاريا. طب المود اوف انفكشن، طريقه العدوى، بينتريشن اوف ذا سكين باي الفوركوسيركس سيركاريا. بس فنيجي برضه نتكلم نقول ان الهابيتات هو الفيزيكال اند بلفيك فينس بلكسس. الديفينيتيف هوست هيكون المان. الانترميديت هوست القوقع اللي اسمه بيولينس ترانكيتس. دايجنوستيك ستيج الاجلين الاج ان يورين. انفكتيف ستيج هيكون الفوركوسيركس سيركاريا. المود اوف انفكشن بينتريشن اوف ذا سكين باي الفوركوسيركس سيركاريا. طب ايه هي بقى، يعني احنا لو جينا نيجي نشوف بس شكل الاج، تكون اهي الايج عندها تيرمينال سباين، هتكون ترانسلوسنت ثين شيل. فالكلام ده يعني هتقراه اللي هو 140 في 60 مايكرومتر، اوفال ثين شيل تيرمينال سباين ترانسلوسنت جواها الميراسيديم ماشي. فده بيبقى شكل الايج، يعني دي شكل البيولينس ترانكيتس ودي شكل الايج برضه. الباثولوجي، نيجي نتكلم عن الباثولوجي. مبدئيا كده الباثولوجي لو جينا نشوف عن، يعني جينا نشوف كده بشكل عام اللي بيحصل من اول ما الفورك سيركس السيركاريا بتعمل لي بنتريشن. الفورك سيركس السيركاريا عملت بنتريشن للسكن، هيجت السكن فهتعمل سيركاريال ديرماتيتس اللي هي سوميرز اتش اللي هو بيبقى بالشكل ده، عفوا الله واياكم، يعني هتعمل سوميرز اتش ماشي. بسبب ايه؟ ان هي عملت بنتريشن اوف ذا سكن، بنتريشن اوف ذا سكن باي ذا سيركاريا. طب ماشي، بعدها هي تدخل الجسم، هي مش هتدخل تشرب عصير قصب ولا تدخل تتشمس جوه، هي داخله باراسايت، هتدخل تستفيد وتضر الهوست اللي هو الجسم بتاعنا، فتطلع توكسنز وميتابوليتس. التوكسنز والميتابوليتس دول هيعملوا لوكال وجنرال رياكشنز، هم صحيح سيلف ليميتنج بس هيعملوا لوكال وجنرال رياكشنز. اللوكال والجنرال رياكشنز دول فيهم ايه؟ فيهم كلمه فيها دي اللي هي ايه؟ اللي هي الفيفر ماشي. فيها دي اللي هي مكونه من ست كلمات بس جمعناها في كلمه واحده. اول حاجه عندنا كلمه فيفر، اف اللي هي فيفر. تاني حاجه عندنا كلمه ايزينوفيليا ماشي، الايزينوفيلز هتزيد. تالت حاجه عندنا كلمه الهيباتوسبلينوميجالي. الهيباتوسبلينوميجالي انه عندنا هيحصل فيه تضخم في الليفر وتضخم في السبلين ماشي. حتى بيقول انه the liver and spleen may become slightly enlarged. والايه اللي هي الارثرالجيا وجع المفاصل، والايه الثانيه اللي هي abdominal pain. نيجي نقرا هو كاتب ايه هنا. كاتب ان acute schistosomiasis اللي انا بسميها كتيمس فيفر may occur due to toxins and metabolites. هتطلع لي toxins ومتابوليتس secreted by the larva اللي هي الشستوزوميول، الشستوزوميولا يعني. that circulates in the blood and produces self-limiting local and general reactions. reactions يعني بتلم نفسها، بتلم يعني خلاص بتتلم يعني self-limiting. الرياكشنز دي فيها ايه؟ there's fever اللي هي الاف، eosinophilia اللي هي الاي، liver and spleen become slightly enlarged اللي هي الهيباتوسبلينوميجالي، arthralgia اللي هي الاي، abdominal pain كمان اللي هي الاي. تالت حاجه بقى اللي هي بالاحمر دي، ساعتها الاميون سيستم مش عارف يسيطر عليهم لدرجه ان هم يعني عملوا اجز. فالاجز دي هيبقى حواليها اميون رياكشن، اميون انفلاماتوري اكشن. فهيعمل ايه الجسم؟ الجسم هيعمل ايه؟ الجسم هيعمل granuloma formation and fibrosis ماشي. فالgranuloma formation and fibrosis are the main pathological agents. it is due to immune inflammatory reaction around the eggs in the tissues of the bladder and lower ureter ماشي. فيحصل immune inflammatory reaction حوالين الأج، فيعمل لي granuloma ويحصل فيه fibrosis. وبعدين بيقول لك انه في مصر in Egypt the vesical schistosomiasis اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده has been considered a common cause of cancer bladder. يعني لا، المرض ده هو common cause للكانسر في البلادر ماشي. الكلينيكال مانيفستيشنز بقى،
مبدئيا كده هو بيبدأ يقول انه ال السيركاريال ديرماتيتس والاكيوت شيستوزوميسيس في الانديميك ارياز ار نوت كومنلي ريبورتد. يعني ايه؟ يعني الناس دي متعوده على الكلام ده، مش مهم، هي منطقه موبوءه. فلما يبقى في سيركاريال ديرماتيتس واكيوت شيستوزوميسيس ما بيروحش للدكتور، فمش بيبقى ريبورتد للدكتور بشكل كبير. تاني حاجه انه السيمبتومز اللايت انفكشن may not develop within years. يعني ايه؟ يعني light infection عدوى خفيفة تساوي symptoms خفيفة. فبيقولك انه في light infections الاعراض مش هتتفاقم لسنين جاية، في منها اصلا ال self-limiting. تاني حاجة عندنا بتكلم عن حاجة مهمة جدا، the most characteristic symptoms، الاكتر symptoms characteristic بالنسبة لل urinary schistosomiasis، ودي مهمة جدا جدا جدا. اولا terminal hematuria، ثانيا dysuria. تيرمينال هيماتوريا يعني بيحصل فيه نزيف كده في، يعني بنلاقي زي دم في اليورين، والديسير يعني صعوبه والم في التبول. ماشي. طب دي اللي بيحصل. بعدين كده عندنا، انتوا لو فاكرين شكل الاج، الاج كان بيبقى عندها تيرمينال سباين، يعني ده بيبقى شكل الاج تقريبا. ماشي، عامله زي القطر كده. ماشي، فعندها تيرمينال سباين. التيرمينال سباين ده ماشي بيروح يقعد يجرح في اليورين تراكت وهو نازل. ماشي، فالتيرمينال سباين بيجرح في اليورين تراكت وهو نازل، فيعمل لي ينزل دم في اليورين، فيحصل تيرمينال هيماتوريا. ده حاجه دسيوريا لانه ممكن الاكس دي تتجمع وتعمل يعني وتسد مجرى البول، فيحصل في صعوبه والم والشخص ده بيتبول. هنا بيقول ان اليوريترال اوبستراكشن، انسداد اليوريتر، may occur with consequent to hydroureter consequent hydroureter and hydronephrosis. يعني دلوقتي انا هنا الاجز عمل ديبوزيت هنا. ماشي، الاجز عمل ديبوزيت هنا، ديبوزيت هنا، ديبوزيت هنا، وسدت لي المكان ده. المياه هتتجمع، فالمياه تتجمع هيعمل hydroureter. يعني ايه؟ يعني اليوريت المياه اللي هي اليورين، قصدي يعني مش المياه، المياه اليورين هيقعد يتجمع في اليوريتر، يتجمع في اليوريتر، يتجمع في اليوريتر، فاليوريتر يحصل له هيدرويريتر، وبعدين يتجمع في اليورين فيحصل هيدرو نفروسس. ماشي، ده هيعمل لي يوريترال اوبستراكشن، ان اليوريتر ذات نفسها مسدوده اصلا. تمام. وبعدين بيقول انه الاجز ممكن تروح لاماكن تانية منها الليفر واللونج والسي ان اس والسباينال كورد، وتعمل لي مانيفستيشنز فاريبل يعني، بس الكلام ده نوت كومن ورير، نادر جدا. الاكس كان بيشنتد تو فيريس اورجنز منها الليفر واللونج والسنترال نيرفس سيستم والسباينال كورد، كوزنج فاريبل مانيفستيشنز، بس الكلام ده نوت كومن ورير. تمام. ماشي، ازاي بعمل دايجنوزز بقى للشيستوسوما هيماتوبيوم؟ عندي طريقتين، عندي الدايركت دايجنوزز والإندايركت دايجنوزز. الدايركت دايجنوزز أو الدايركت ميثودز إن أنا أشوف، أو إن أنا ألاقي سوري الأج في اليورين، أو ألاقيها في البايبسي بتاعت اليورينري بلاتر. الدايجنوزز is reached via urine examination for the eggs، لكن في شوية بريكوشنز لازم أخد بالي منها وأنا بعمل اليورين examination. مبدئيا كده أول كام نقطة من اليورين أنا مش محتاجاها. ماشي، فاللاست فيو دروبس أوف اليورين دول اللي أنا يعني أخد بالي منها. تاني حاجة انه الماكسيمم نمبر اوف اجز هتكون في الميد دي، الاكبر نمبر اوف اجز هلاقيها هو في منتصف اليوم في الميد دي. ثالث حاجه انه الفايبل اجز، الاجز اللي هي الصالحه ان هي عايشه يعني، بيكون اول حاجه عندنا بتبقى ترانسلوسنت ومتحوطه بار بي سيز. ماشي، والميراسيديوم السين اتاتشز اون اديشن اوف ووتر، يعني انا شايف الميراسيديوم ولما اضيف له ميه بيقوم فائس. ليه؟ لانه لقى يعني الميراسيديوم السين والاجن اسفه بتفقس لما تشوف ميه. ماشي، وطلع لي الماتشور ميرسيدي. طب والديد اكس، الديد اكس بتكون دارك وجرانيولر، دارك جرانيولر، وما عندها مش متحوطه طبعا بريد بلود كوربسلز الار بي سيز، وطبعا ما بشوفش ميرسيديوم، واصلا الاج ما بتعملش هاتشنج لما اضيف ووتر. ماشي، فما بشوفش حاجه. فالدايركت ميثودز ان انا اشوف الكلام ده في اشوف الاج في اليورين. ماشي، اخد بالي من ايه؟ ان اول حاجه عندنا الماكسيم نمبر اوف اجز بتكون في منتصف اليوم، وانه اخر كام نقطه دول مهمين جدا. اليورين الاجز الصالحه هتبقى ترانسلوسنت متحوطه بار بي سيز، وكمان بتفقس لما احط لها ميه وتطلع لي الميرسيدي. الديد اجز بتبقى دارك وجرانيولر مش متحوطه بار بي سيز وما بتفقسش لما احط لها ميه، في طبيعي مش هتطلع ميرسيدي يعني. الاندايركت بقى دايجنوسز بجمعها في كلمه سكروب، يعني عارفين السكراب اللي بيلبسه الدكاتره ده، بدل البي هتبقى بي. ماشي، نبدا بالكيميكال ريجنت ستريبس. السي هي كيميكال ريجنت ستريبس، دول ستريبس يقدروا يعني يعرفوا اذا فيه هيماتوريا في اليورين. ماشي، وفي حاله ان انا في هايبر انديميك ارياز، يعني منطقه موبوءه جدا جدا جدا، لما يلاقوا ان الكيميكال ريجنت ستريب دي بوزيتيف، يعني غيرت لونها للون معين وانا عرفت ان فيه هيماتوريا في اليورين، بيعتبروها ان في اكتيف انفكشن. هنا اكتيف انفكشن بتاعت ايه؟ يورينري شيستوزوميسيس. انا اصلا في منطقه موبوءه جدا جدا جدا. فالكيميكال ريجنت ستريبس ار فور ديتكتنج هيماتوريا، بوزيتيف ريزلت از انتربريتد از انديكيتنج اوف اكتيف انفكشن ان هايبر انديميك اريز. تمام.
تاني حاجة بنتكلم عن الراديولوجي. الراديولوجي دي ممكن اشوف التغيرات في الاماكن المجوفة زي اليوريتر واليورينري بلادر، فإت كان ديتكت البلادر اند يوريتر تشينجز يوريترال تشينجز. ماشي. الالتراسونوجرافي بستخدمها بقى، هي اللي هي السونار يعني، بستخدمها عشان اعرف المرحلة بتاعت اليورينري شيستوميسيس الديزيز ده، مثلا جريد 1 جريد 2 جريد 3، وكل ما الجريد يزيد كل ما الخطورة بتاعت المرض تزيد. It can be used for grading of the renal and urinary tract lesions. ماشي. السيرو دايجنوزز بقى اللي هو الانتيجين انتي بودي. لو انا لقيت either using ايه بقى، لو انا لقيت يعني either using الانتي بودي ديتكشن تكنيكس، انا لو لقيت انتي بودي فده معناه ان الشخص ده كان عنده العدوى زمان او عنده عدوى حاليا، معرفش، بس ايه، في انتي بوديز، الجسم اداني انتي بوديز، فساعتها دي دايجنوستيك. لكن لو لقيت الانتيجين ده معناها انه في انفكشن، فبيبقى دايجنوستيك وبروجنوستيك، اعرف بقى الديزيز هيكمل، هل الديزيز هيسوء حالته ولا هيتحسن، هكذا. فالسيرو دايجنوزز يوزنج ايذر انتي بودي ديتكشن تكنيكس اللي هي دايجنوستيك، اور انتيجين ديتكشن تكنيكس اللي هي دايجنوستيك اند بروجنوستيك. اخر حاجه البي سي ار اللي هي البوليميريز تشين رياكشن، احنا كلنا عارفين ان هي دقيقه جدا وحساسه جدا لكنها غاليه، دي مشكلتها. فالبي سي ار although it is highly specific ماشي and sensitive، لكن it is common يعني it is not commonly used، ما بنستخدمهاش كده. ليه؟ لانها غاليه، because it is expensive. كلمه سكرابس كده جمعها اس سيرو دايجنوزز، قلنا يا اما انتيجين يا اما انتي بودي. انتي بودي فدلوقتي اعرف انه الانتي بودي دايجنوستيك، انتيجين دايجنوستيك وبروجنوستيك. السي اللي هي الكيميكال ريجنت ستريبس، قلت هي اصلا بتستخدم عشان اعرف الهيماتوريا، لو كانت بوزيتيف في هايبر اندميك ارياز فاعرف ان في اكتيف انفكشن. الاور قلنا فيه راديولوجي، بشوف التشينجز في الـ في الـ يوريتر وفي اليورينري بلادر. اليو اللي هي الالتراسونوجرافي بستخدمها في الجريدنج. البي البي سي ار قلت هي سبيسيفيك قوي لكن ما بنستخدمهاش بشكل واسع انها غاليه. تمام. التريتمنت بقى، التريتمنت بنعمل التريتمنت ببرازيكوانتل، الاسم الثاني له هو البلتريسيد. ماشي. ده او ده نفس الاسم يعني، بس دي هي التريتمنت بتاعت اليورينري شيستوسوميسيس. البريفنشن دلوقتي عندنا البريفنشن، الوقايه. الوقايه مهمه جدا 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 لانها بتحد، وممكن كمان مع يعني مع الاستمرار يعني خلاص تقضي على المرض. مبدئيا كده انا في البريفنشن محتاجه اعمل حاجتين، اكسر السايكل اللي انا اتكلمت عنها فوق، السايكل اللي هي اللايف سايكل دي. ماشي. اللايف سايكل اللي احنا اتكلمنا عنها فوق محتاجين نكسرها. ماشي. نكسرها بقى عن طريقه ان انا اول حاجه ان انا اعمل سنيل كنترول، ان انا اقتل السنيلز دي وابدا امنع، يعني لما يكونش في سنيلز الميراسيديم لما تنزل مش هتلاقي حاجه تكبر فيها. ماشي. تبقى فوق سيركل سيركل عشان تخترق الجسم. فانا دلوقتي قطعت الحلقه دي، فانا لو كسرت الحلقه دي بالسنيل كنترول كده انا نجحت ان انا اعمل وقايه. تاني حاجه انا محتاجه ابدا يعني اعمل ايه، اعرف الناس ان ازاي اللايف سايكل دي بتتم. ماشي. واعرفهم المود اوف انفكشن بتبقى عن طريق ايه، واعرفهم انه اللي بيعملوه ده خطر جدا، مثلا سواء كان الشخص اللي بينزل يسبح في الترعه او الشخص اللي بيعمل حمام في الترعه والكلام ده كله. فالبريفنشن بتتم عن طريق اربع حاجات هنا احنا ذكرناها. اول حاجه السنيل كنترول، ان انا اقتل السنيل. ماشي. تاني حاجه ان انا هعمل ماس تريتمنت، يعني هعمل ماس تريتمنت اسمها انا هعالج كميه كبيره من الناس، تو اليمينيت ذا ديزيز فروم ا لوكاليتي، هاجي عند الاندميك ايريز دي ابدا اوزع عليهم العلاج او اديهم العلاج. تالت حاجه ان انا هعمل بروبر سانيتيشن، التعقيم اللازم والكافي. اول حاجه انا هعمل يعني هنضف الووتر سبلايز، كلين ذا ووتر سبلايز، والكلين ولازم الووتر سبلايز تبقى كلين، يعني الشخص اللي بيستخدم الميه سواء كان في الشرب في الاستحمام كده تكون الميه نظيفه. تاني حاجه هنستخدم سانيتري لاترينز اللي هي ايه، الحمامات العامه دي تكون سانيتري نظيفه. ماشي. البروبر سيرج ديسبوزل، يعني نتخلص من المجاري بشكل صحيح. ماشي. ما هو لو شخص مثلا عنده شيستوسوما هيماتوبيوم والتخلص من المجاري تم بشكل خاطئ فادى الى مثلا تلوث مجرى المياه، فكان الشخص بالظبط ايه عمل حمام في الترع. نفس الحكايه، ما هو الاج دي كده كده توصل للترع سواء كان السوج ما تخلصهاش منها بشكل معين وبشكل صحيح فتوصل للترع، او شخص عمل حمام في الترع. انا كده ما كسرتش السايكل، انا محتاجه اكسر السايكل فبتخلص من السوج او المجاري بشكل صحيح. اخر حاجه عندنا بقى اللي هي الهيلث اديوكيشن، يعني ايه، يعني البوبوليشن لازم تعرف اللايف سايكل بتاعه الباراسايت دي، البوبوليشن لازم تعرف المود اوف انفكشن، ولازم تعرف الدينجرز اوف بوليوتنج ذا ووتر كانالز باليورين. ماشي. هنا انا كاتباها غلط، هي تبقى بوليوتنج الدينجرز اوف بوليوتنج الووتر كانالز. ماشي. باليورين ان انا ايه بيبقى في خطوره. ليه؟ لانه ساعتها انا مش بكسر السايكل، انا محتاجه اكسر السايكل عشان اعمل بريفنشن. تمام. يبقى نراجع بشكل سريع كده، احنا نروح للسلايد الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها. فين قلنا الديزيز اللي بتعمله ايه، الديزيز اللي بتعمله صح
يورينري شيستوسوميسيس اللي قالها واللي ما قالهاش يعني عادي رجعوا معانا دلوقتي. المورفولوجي اتكلم دلوقتي ان قلنا الادلت من 10 ل 25 مللمتر، الاج من 140 ل 60 مايكرومتر. الادلت عنده الكاركترستكس 2S و2C، 2S اللي هو سيبريت سكس وان هو عنده سكرز، و2C اللي هو كفرد باي الكيوتيكل. وبعدين قلنا الاج ان هي عندها تيرمينال سباين، تعرفوا بس ان هي عندها تيرمينال سباين عشان كده بتعمل لي اعراض اللي احنا اتكلمنا عنها، وعندها ماتشور ميريسيديم جوه. ماشي، الجيوغرافيكال ديستريبيوشن موجوده فين؟ موجوده في افريكا، وموجوده في النير والميدل ايست. اللايف سايكل، اللايف سايكل هنرجع للصوره دي. اهو شخص عنده يورينري شيستوسوميسيس، عمل حمام في الترعه فنزل الاج، الاج لقت ميه يعني جو مناسب ان هي تفقس، فعملت هاتشنج، طلعت الميريسيديوم. اول ما طلعت الميريسيديوم هيدخل على البيولينس ترانكيتس، دخل على البيولينس ترانكيتس، اتحول من ميريسيديوم لسبوروسيست، وبعدين من سبوروسيست لسيركاريا، خرج فوريكو سيركس سيركاريا، مشي لغايه ما لقى السكن بتاعت واحد بيسبح في الترعه ربنا يسامحه، دخل وبعدين لقى بلاد فيسل. هيعمل ايه؟ هينقسم، الهيد هتروح في حته، يعني الهيد تنقسم على التيل، الهيد تتخن وتكبر تبقى شيستوزوميولا او اللارفا، تقعد تلف لغايه ما تلاقي ليفر، في الليفر بقى هتكبر للميل وفيميل، الميل وفيميل ساعتها يقوموا رايحين على الفيزايكل والبلفيك بلكسس، وساعتها بقى يعملوا لي الاج، والاج ينزل في اليورين وهكذا يعني. تمام، والسايكل بتستمر. تمام، الكلام عن اللايف سايكل. الباثولوجي بتعمل ايه؟ مبدئيا كده بتعمل السيركاريال ديرماتيتس اللي هو السويمرز اتش، بعدين هتعمل لي حاجه اسمها كاتايامس فيفر او اكيوت شيستوسوميسيس، تالت حاجه بقى اللي هي الحاجه اللي انا كنت كاتباها بالاحمر دي اللي هي تعمل جرانيولوما فورميشن اند فايبروسيس. وفي الـ في الـ في, الـ في الاخر في التالت حاجه دي نعرف خلاص بقى انه ايه الاميون سيستم مش قادر عليه، فهي طلعت الاكس بتاعتها. الكلينيكال مانيفستيشنز قلنا اهم حاجه نفتكر انه السيركاريال ديرماتيتس والاكيوت شيستوميسيس في المناطق الانديميك ما بتكونش commonly reported. وتاني حاجه قلنا انه يعني اللايت انفكشنز give symptoms اللي مش هتتفاقم within years. ماشي، وقلنا كمان انه الموست كاركترستيك سيمتومز المفروض نعرفها ونحفظها كويس قوي، ان اول حاجه عندنا بتعمل تيرمينال هيماتوريا. ليه؟ لانه التيرمينال سباين بتجرح في اليورينري تراكت وهي نازله. تاني حاجه بتعمل ديسيوريا يعني صعوبه والم في التبول. تمام، بعدين قلنا بقى اليوريتر الاوبستراكشن بيجي مع الكونسيكونت هيدرو نفروس، هيدرو يوريتر وهيدرو نفروسس. الدياجنوسز قلنا بنعمل دياجنوسز بطريقتين، سواء كانت الطريقه الدايركت اللي انا الاقي الاجز في اليورين. ماشي، الدايركت ان انا الاقي الاجز في اليورين ولازم اراعي الاربع حاجات، اربع بريكوشنز دول، او الاندايركت اللي هي اختصارها في كلمه سكربس، سيرو دياجنوسز، كيميكال ايجنت تيست، راديولوجي، الالتراسونوجرافي، والبي سي ار اللي هي بوليمريز تشين رياكشن. وبعدين قلنا التريتمنت اللي هو اللي هيكون البلتريسايد، بلتريسيد او البريزيكوانتل. وبعدين قلنا البريفنشن بالاربع طرق اللي اتكلمنا عنها. بس كده، ودي محاضره الشيستوما هيماتوبيا. يا رب اكون وفقت في شرحها ليكم. اذا حد عنده اسئله يسيبها في الكومنتات وان شاء الله ارد عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.